المقادير بتاعت غموس التونة، أهم حاجة هنستخدمها هنا يكون تونة مصدرها كويس، وزي ما بقول لكم دايما في أي وصفة فيها تونة احنا بنستخدم التونة القطعة الواحدة، حتى لو احنا هنفتتها بعد كده ما نستخدمش التونة المفتتة، التونة المفتتة الكواليتي بتاعتها أقل شوية. فهنجيب التونة الصحيحة وهنصفيها كويس جدا من الزيت أو المية اللي فيها. بقية المقادير عبارة عن لبن، توابل إيطالي، كل الناس سألتني على التوابل الإيطالي. المقادير قشطة حامضية اللي هي الساور كريم، ولبن وتوابل إيطالي وبابريكا وتونة، عصير ليمون، ثوم مفروم، ملح وفلفل، وللتقديم عندي جزر وخيار وبسكوت مملح زي ما اتفقنا. أوكي؟ أوكي. دي أنا هعملها على البارد كلها في الكبة مرة واحدة وخلاص. هنا هحط التونة، عليها عصير الليمون، فلفل اسود، ملح، بابريكا، توابل ايطالي، ثوم مفروم، نقطة لبن او مية، وبعدين هضرب دول الاول مع بعض، وبعدين ابتدي ايه انزل عليهم الجبنه واضربهم، علشان بس ناخد بعمل ايه انا عشان ناخد نتيجه ايه سريعه بدل ما نفضل نضرب كتير كتير. بسم الله الرحمن الرحيم.